Hello guys, welcome to my channel. Let's learn English together. أهلا وسهلا بكم أعزائي في قناة لتعلم الإنجليزية معا. اليوم إن شاء الله سيكون درس أو فيديو حول مراجعة لسنة رابعة متوسط للمقطع الثاني أو الفصل الثاني Me, My Personality and Life Experiences. ستكون مراجعة شاملة للpronunciation وgrammar وأهم ما جاء فيه من الوضعيات الإدماجية. تابعوا. نبدأ بأول درس وهو the superlative of superiority ومعناها المقارنة بالأفضلية. ماذا نعني بها؟ مقارنة بالأفضلية وهو مقارنة شخص أو شيء مقابل مجموعة من الأشخاص أو الأشياء وتنقسم حسب الصفة. إذن المقارنة بالأفضلية ليست كالمقارنة السابقة. نقول عن شيء، يعني شخص أقارنه بمجموعة من الأشخاص، شيء ما أقارنه بمجموعة من الأشياء المتشابهة له، لكن أفضل تلك الصفة فيه. إذن وتنقسم حسب الصفة، سوف أعطي أمثلة. الصفة القصيرة short adjective والصفة الطويلة long adjective. نبدأ أولا short adjective. ماذا نعني ب short adjective؟ عندما يكون للadjective one syllable، أي تقطيع واحد، one consonant and one syllable and one vowel. عفوا. We have examples. We have tall. Tall لدينا تقطيع واحد، one consonant one vowel and two consonants. نقول the tallest. We have fat. الملاحظة المهمة في fat أنه لدينا consonant vowel consonant. القاعدة تقول عندما يكون لدينا هذه الحالة ماذا نضيف؟ نضيف t أخرى تضاعف الconsonant الثاني تصبح the fattest. هذا بالنسبة للحالة الأولى في short adjective. قلنا أنه عندما يكون لدينا one syllable تقطيع واحد بشكل عادي بهذا الشكل تضيف the tallest. لكن إذا كان لدينا consonant vowel consonant ماذا نفعل؟ نضاعف الحرف الأخير ونكتب EST. بالنسبة للحالات الأخرى لدينا for example easy. ماذا تصبح؟ تصبح the easiest. ماذا نفعل عندما تكون لدينا Y؟ نحذف الY ونضيف EST. على التلميذ أن يحفظ هذه القواعد. بالنسبة للone syllable هي سهلة جدا، لكن في حالة consonant vowel consonant نضيف EST هنا، عفوا نضاعف الحرف ونضيف EST. ثم إذا كان لدينا Y ولكن one syllable، لأننا لا نعتبر Y هنا syllable، هي صاحبة مقطع واحد أو تقطيع واحد، Y تكون إذن لدينا نقول وكأنه لدينا one syllable، نحذف الواي ونضيف EST. هذا بالنسبة لشورت أدجكتيف. لونج أدجكتيف we have example لدينا أكثر من تقطيعين، for example beautiful. beautiful ماذا تصبح؟ تصبح the most beautiful. beautiful or beautiful باللغة أو باللهجة الأمريكية beautiful. The most beautiful. الأكثر جمالا. We have examples. Maya is the tallest girl in our class. Maya هي الفتاة الأطول في قسمنا. قلت أن الملاحظة المهمة أن the superlative of superiority يأتي بعد is or are إذا كان في الجمع. لدينا قلنا short adjective the tallest. لا تنسوا أداة التعريف est. ملاحظة أخرى. في اللونج أدجكتيف ماذا نفعل؟ سارة is the most beautiful girl in the class، يعني هي الأجمل في القسم. ميزت جمال سارة عن باقي الفتيات. The most beautiful girl in the class. بالنسبة للإيريجولار أدجكتيفز الصفات الغير منتظمة في the superlative of superiority هناك صفات غير منتظمة ماذا نستعمل فيها؟ For example good تصبح the best. good the best. For example Maya is the best friend ever. يعني هي أفضل صديقة أو هي الأفضل في أصدقائي كلهم. Bad the worst. سيء معناها الأسوأ. Many much ومعناها كثيرا. The superlative of superiority تصبح the most. Little معناها قليل. The least على الأقل. Far بعيد تقابلها farthest or furthest يعني زيادة عن ذلك أو أكثر من ذلك. old معناها قديم the oldest or eldest الأقدم. كما قلت أعطي مثال على الirregular adjective.
نقول for example Maya is the best friend, الصديقة الأفضل. يعني فضلت مايا عن كل الأصدقاء. هذا هو ال irregular adjective. الآن ننتقل the simple past and the past continuous with while and when. أولا the past continuous ما هو؟ الماضي the past simple هو الماضي البسيط. ماذا لدينا؟ We have verb plus ed or verb plus d or verb plus ed. We have example. For example, play. تصبح played. Okay. We have die. تصبح died. We have here study. تصبح studied. في الواي نحذف عندما يكون لدينا consonant نحذف الواي ونضيف ed. إذا هذا كان بالنسبة للماضي البسيط. The past continuous وهو الماضي المستمر. تركيبه أو تشكيله verb to be in the past plus verb plus ing نسميه gerund. We have example to go. تصبح was going نكتبها هنا مع من؟ مع I, he, she and it. Where going مع من؟ مع you, we and they. إذا لدينا while ومعناها بينما. لدينا when معناها عندما. عندما تكون while في الجملة معناها هناك حدثين في نفس الوقت ويأتي بعدها دائما while يأتي دائما بعدها past continuous. when يأتي دائما بعدها simple past. هنا يأتي بعدها الماضي المستمر. when يأتي بعدها الماضي البسيط. نعطي أمثلة الآن. While I was working my uncle came. بينما كنت أعمل عمي دخل. يعني هذه تكون في past continuous و come الجملة التي بعدها تأتي في simple past. هذا هو ما يميز while. إذا قلنا بعد الwhile يكون past continuous الجملة التي بعدها، لأن while و when يعتبران conjunction أدوات ربط، هما أداتي ربط. لذلك فنجد جملتين. عندما تضع while في أول الجملة يجب أن تضع فاصلة كما هنا. For example أقول I was my uncle تصبح my uncle came while I was working. جعلتها في الوسط، لكن على التلميذ أن ينتبه بعد while ماذا يكون؟ past continuous. نذهب الآن إلى when. when ومعناها عندما يأتي بعدها simple past. الجملة التي بعد simple past تأتي past continuous. We have example. I was for example studying when my sister
My sister called. Called. عندما اتصلت أختي. إذن هذا الاتصال قاطع دراستي. كما قلنا was studying هي past continuous. Called past. Simple past. هذا هو الفرق بين when and while. يكون بعد while قلنا past continuous و when في simple past. لننتبه يمكن لي when أن تكون أيضا في المقدمة. إذا وضعتها في المقدمة يجب أن تضع فاصلة بين الجملة. نذهب الآن إلى present perfect with just, ever and never. أولا ما هو present perfect؟ present perfect perfect وهو المضارع التام. ماذا نعني بالمضارع التام؟ أي حدث الشيء للتو وانتهى، هو المضارع التام. تشكيله كيف يكون؟ يكون subject or ليس subject، نقول to have، verb to have in present plus what past participle، التصريف الثالث للفعل في الماضي. For example I have clapped. I have clapped. لدينا I subject تأتي معها have. قلنا have تأتي مع I, you, they, we. كلها تكون have. And has تكون مع he, she, it. تكون مع has. Past participle لا يتغير. إذن كيف نقول I have clapped. She has clapped. هذا هو present perfect. Have or has plus past participle. بالنسبة للpast participle إذا كان regular verb فهو يبقى في past participle. Regular verb ed تضيف أو نضيف له ed. إذا كان irregular verb عليكم أن تحفظوا تصريف الثالث للفعل irregular verb. هذا مهم. إذن ever, never and just. ever معناها مطلقا، never معناها أبدا، just معناها للتو. أول شيء، أول ملاحظة، تأتي هذه الكلمات ما بين verb to have in present perfect and past participle. بالنسبة لـ ever، عفوا بالنسبة لـ never and just، سنرى لماذا ever لا تأتي هنا. just قلنا معناها للتو وتأتي دائما في جملة عادية. I have just come يعني أتيت للتو. I have just come الآن فقط دخلت. هذا هو يعني موقع just. ثم never معناها أبدا، تفيد النفي، تفيد النفي. Sarah for example Sarah has never seen the lion. Sarah has never seen the lion. قلنا مع he, she, it تأتي has. Never تأتي في وسط ثم past participle of see. هو يعني يرى. هي see تصبح في past simple past. So في past participle seen. كما قلت على التلاميذ أن يحفظوا past participle. The lion الأسد. هذا هو موقع never. قلنا النفي. الآن نذهب لي ever. قلنا في القواميس عندما يذهب التلميذ ليترجم ever يجدها مطلقا، لكن في present perfect ماذا تكون؟ تكون دائما في السؤال. لماذا؟ يتغير معناها، يصبح هل سبق، هل سبق. كيف تأتي في السؤال؟ Have you ever gone to Dubai؟ هل سبق أن ذهبت إلى دبي؟ إذن ماذا يكون موقعها؟ يكون هل سبق في السؤال، هل سبق لك أن ذهبت إلى دبي. ودائما تكون have هي الأولى or has. إذا قلنا مع has she ever gone to Dubai لا يتغير شيء. ever دائما تبقى ما بين have ثم subject ثم ever ثم past participle and the rest. إذا الآن نذهب إلى similarities and differences with like and whereas. أولا ما معنى similarities؟ معناها التشابه، التشابه. differences ومعناها الاختلافات. إذن سنتعلم كيف نضع الاختلافات والتشابه
في الجملة باستعمال like and like and whereas. أولا like معناها يشبه, and like معناها على عكس, whereas معناها بينما, أيضا تفيد العكس. الآن نرى استعمالهم. أولا يشبه like, قلنا عندما يتشابه شيئان نقول like. For example, حسام is a doctor like his father. إذا عمل حسام يشبه أبيه في العمل. إذا متشابهان doctor, لدينا وجه التشابه هو doctor. بالنسبة لي like يمكن أن تكون في البداية, هنا وضعتها في المقدمة, عفوا في الوسط, لا تكون أي, لا ليس هناك أي فاصلة أو أي شيء, فقط تضع like. إذا كانت في البداية نقول like his father, مثل أبيه, his father, حسام is a doctor, is a doctor. هذا كان بالنسبة لي like. نذهب الآن إلى unlike. unlike قلنا على عكس. For example, أولا إذا كانت في تأتي, يمكن أن تأتي في بادئ الكلمة, أن تأتي عفوا في أول, تأتي أول أو وسط الجملة. We have example. Unlike, نكتبها بلون مغاير, unlike سارة, جاسمين is active girl. على عكس سارة, جاسمين هي فتاة نشطة. في الجملة عندما يأتي السؤال يذكر وجهي الاختلاف, يقول سارة is lazy and جاسمين for example is active. أنت تقول unlike سارة, جاسمين is active girl. أوكي, يعني هذا هو طريقة السؤال. إذا وضعناها في الوسط نقول سارة is for example lazy, lazy, نضع كما, ننتبه عندما تكون unlike في الوسط نقوم بوضع كما فاصلة, فنقول unlike Jasmine. إذن سارة كسولة على عكس جاسمين, إذن جاسمين هي active. هذا هو الاختلاف بين unlike and like. إذا كانت في الأول, إذا كانت في الأول نضع فاصلة هنا, أيضا في like إذا كانت في الأول نضع فاصلة هنا في وسط الجملتين. إذا كانت في الوسط like لا نضع أي شيء, لا نقطة ولا فاصلة, لكن unlike عندما تأتي في الوسط يجب أن نضع في نهاية الجملة الأولى كما. الآن نذهب إلى whereas ومعناها بينما, الاختلاف أيضا تفيد الاختلاف. For example, سامير has a white car. سامير لديه سيارة بيضاء. سامي has a black car. سامي لديه سيارة سوداء. أهم ملاحظة في whereas, تأتي دائما في الوسط, وقبلها دائما فاصلة. لذلك عندما تستعمل whereas, حذاري أن تستعمل whereas في مقدمة الجملة. ماذا نقول؟ سامير has white car. نقول سامير has a white car.
كما وايل اور ويراز عفوا ويراز بينما او على عكس سامي has a black car. سامير has a white car whereas سامي has a black car. إذا ترك لك الفراغ في المقدمة ووضع لك الجملتين بهذا الشكل, for example سامير has a car ثم كما ثم قال لك سامي has car, إذا ماذا ستفعل؟ ماذا ستضع هنا مباشرة بدون أي تفكير؟ تضع and like لأنها أيضا تفيد الاختفاء. على عكس سمير has white car, سامي has a black car. يعني هذا هو الفرق بين whereas, like and like. قلنا أن whereas تأتي دائما في الوسط ويأتي قبلها كما, and like يمكن نستعملها في نفس الوقت. إذا أردنا استعمال whereas أو and like it's the same, هم متشابهتان. لكن إذا كان في مقدمة الجملة وكان في اختلاف فارغ في مقدمة الجملة وهناك اختلاف يجب أن نضع and like. بالنسبة لي like هي تفيد التشابه إذا كان هناك شيئان متشابها وقد تكون في المقدمة وقد تكون في الوسط. إذا كانت في الوسط لا يوجد كما. هذا كان بالنسبة للدرس whereas, like, and. نذهب الآن إلى prefix and suffix. أولا prefix وهو قلنا الملحقات في أول الكلمة أو في الصفة. لماذا الصفة؟ لأن prefix يعطينا الضد. عندما أعطي لكلمة prefix خاص بها إذا أعطيها ضدها. نبدأ أولا بديس. ديس تأتي دائما مع الصفات التي تبدأ ب H or vowels. For example, we have H, for example, honest. تصبح dishonest. Honest. For example, agree. We have vowel, تصبح disagree. هذا بالنسبة لي this. نذهب الآن إلى an. هو في الحقيقة أنه كما قلت لكم في الدرس السابق أنه prefix ليس لها قاعدة ثابتة. فهناك البعض يقول أنه عندما تجد an, عندما تجد an في الكلمة التي بعدها إذا وجدنا an في بداية الصفة تضع an. For example, إذا وجدت am في الصفة التي ستلحقها بالكلمة the root, سمينا الكلمة الأصلية قلنا أنها root. For example, honest نسميها root أي الجذر. Agree is root. ثم هذا prefix. إذا وجدنا قلنا l, for example, m في الروت نضع m. إذا وجدنا l نضع l. إذا وجدنا r نضع r. هي في الحقيقة قاعدة تقال لسنة رابعة متوسط, لكن عندما تنتقلون إلى الثانوية والجامعة لا تجدون هذه القواعد مطبقة. لذلك في أغلب الأحيان إذا لم تفهم الكلمة ولم تكن تعرف هذا prefix and suffix يمكن أن تطبق هذه القاعدة. لكن an بالنسبة إلى an يمكن أن نقول an, for example, الجذر يكون responsible. ماذا تصبح؟ تصبح an غير مسؤول. an responsible كما قلت responsible. الآن في الملاحظة الأخرى قلنا أن prefix ماذا يفيد؟ الضد. قلنا honest معناها شريف, عكسها dishonest غير شريف. agree يتفق أو متفق, disagree غير متفق. الآن نذهب إلى m. كما قلت for example we have passion, نقول impassion أي غير صبور. For example, we have legal. Legal معناها
قانوني نقول ال legal. legal. For example, ear. For example, responsible أيضا تأتي معها. تصبح irresponsible. Irresponsible. هذا هو العكس. بالنسبة كما قلت prefix يأتي فيه هو ملحقة أو حروف تلتصق بالصفة في من البداية. هنا من البداية لتعطي ضد للصفة. This أنتم تدرسون هذا العام. This and MLR. وكما قلت هي قاعدة نعطوها لهذا العام لسنة رابعة متوسط لكنها ليست قاعدة ثابتة. لذلك على التلميذ أن يحفظ على الأقل بعض الكلمات. المهم أن this تأتي قبل IH and vowel. والباقي إذا وجدت حروف L, M, R يمكن أن تستعملها prefix لها L, M and R. الآن نذهب إلى suffix. ما هو suffix؟ درستم suffixes. درستم less and full. And full. قلنا أن less تفيد نقص الشيء أي شيء غير أو عدم أهمية الشيء. تفيد عدم أهمية الشيء. بينما less أي شيء مبالغ فيه. لنفهم الآن معا. less for example care for example take care or care معناها عناية أو اهتمام. هذه الكلمة معناها يهتم. إذا قلت careless for example this girl is careless يعني هذه الفتاة غير مهتمة أو غير مبالية. careless معناها قليلة الاهتمام. إذا قلت careful عفوا هنا full وليس double L full نقول careful. this girl is careful أي منتبهة بشدة. منتبهة أو منتبه. نعطي مثال آخر نقول for example hopeless معناها خيبة الأمل أو this man is hopeless يعني مخيب للآمال. مخيب للآمال أي هنا تفيد الشيء السلبي. less تفيد الشيء السلبي. full معناها الاهتمام الزائد exaggeration نقول بالإنجليزية شيء مبالغ فيه أي الزيادة في الشيء. الزيادة في الشيء. For example هنا hopeless تصبح hopeful. hopeful معناها شخص مفعم بالأمل. مفعم بالأمل. وتأتي دائما less and full في آخر الكلمة. الأمر المهم أن قلنا prefix يأتي نسمي في الأمام نسميه prefix. ثم يأتي the root ثم يأتي suffix. إذا التقت الجمل أو الكلمة prefix والsuffix في كلمة واحدة. هناك امتحانات كثيرة فيها يضع جدول يعطيك كلمات يطلب منك أن تضع prefix root and suffix. For example, this respectful. لدينا مثال. This respectful. Respectful. This لدينا هنا prefix. Prefix. Respectful or respect هي
wrote. Full وهي suffix. هذا ما على التلميذ أن يفهمه. إذا وجد this يضعها في prefix. هذا الأصل أصل الكلمة يسمى wrote. Suffix هو full or less. هذا بالنسبة لدرس suffix and prefix. الآن للpronunciation النطق لسنة رابعة متوسط في هذا المقطع. وفي الفصل الثاني درسنا triphthongs ثم pronunciation of final ed ودرسنا أيضا pronunciation of have and has. نبدأ أولا triphthongs. قلنا triphthongs هما أو هم diphthongs plus schwa. ما هي schwa؟ ها هي diphthong plus schwa. diphthong a diphthong plus schwa i plus schwa oi plus schwa تصبح a I تصبح أي I plus شوا تصبح أي أوي plus شوا تصبح أوي أو plus شوا تصبح أوا أو plus شوا تصبح أوا. إذن شكلت لنا تريفتونغ ثلاثية الأصوات. إذن ثلاثية الأصوات. إذن النطق كيف يكون؟ we have example. قلنا أي play آيا لايا أويا لويا آوا لاوا آوا باوا. إذن هذه التريفتونغز يجب أن تحفظ وتحفظ بعض الكلمات التي أعطيناها في الدروس سواء كانت في المدرسة أو من الكتاب الذي تراجع منه أنت لأنه ليس فيه قاعدة ثابتة على إذن إيدي final pronunciation. إذن إيدي قلنا أين نجدها؟ في simple past. إذن سنتحدث simple past عن أفعال في الماضي وكيف تنطق فيها الإيدي. لدينا النطق الأول هو تي ثم دي ثم إد. إذا كان لدينا في الكلمة final verb يعني في آخر الفعل سي ثم إيدي تنطق الإيدي تي. إذا كان لدينا إكس تنطق تي. إذا كان لدينا سي إتش تنطق تي. إذا كانت بي كا إف ف جي أند إتش إت إز ف إس إتش أند دبل إس ننطقها تي. فور إكزامبل نقول لا نقول وركد لا نقول وركد نقول وركت وركت. واي وي هاف كا إت إز كا تو فروم تي من تي. وي هاف واتشد واتشد نقول تي واتشد وأن وكأنك تنطق تي. لذلك ها هي تي ها هي سي اتش ها هي دي سي اتش. لدينا النطق الثاني هو دي ال ان ار جي في اس زد بي اند ام. إذا وجدنا هذه الحروف في آخر الفعل ثم وجدنا اي دي فإن الدي تنطق الاي دي تنطق دي. وي هاف ستايد ستايد نقول ستايد. cleaned نضيف هنا y stayed قلنا ثم cleaned cleaned وكأن الإي غير موجودة لا تنطق cleaned stayed stayed. في الإي دي لدينا تي and دي نقول invented invented وليس invented لا نحذف الإي هنا نقول invented added added. هذا كان بالنسبة pronunciation of final ed. لدينا الآن pronunciation of have and has. لدينا نطقين فيها weak form and strong form. يكون نطق have and has weak معناها ضعيف في السؤال تنطقان ضعيفة. كيف ذلك؟ have you ever نقول have you ever seen the lion have you ever seen the lion هل سبق وأن رأيت الأسد من قبل. نقول عن have ضعيفة تنطق بشوا لدينا الفاول يكون شوا. ثم إذا كان مع has she ever seen the lion have she ever seen the lion نقول has بشوا. بالنسبة للنطق القوي strong form في الإجابة لكن القصيرة تكون قوية نقول yes I have لكن انظروا إلى الفاول كيف تكون مختلفة تماما عن شوا بهذا الشوا إضافة إلى ملتصقتان في بعضهما. Or no I haven't لا نقول haven't نقول no I haven't انظروا إلى النطق يكون بهذا الشكل شوا
و إي. الآن الحالة الثالثة تصبح ضعيفة إذا أضفنا الاختصار abbreviation. إذا استعملنا I've ننزع الفاول يصبح الفاول غير موجود تنطق V. إذا كانت مع she, he, it نقول she's تصبح Z، لكن مع it's لا نقول it's نقول it's، لا نقول Z نقول it's. هذا هو بالنسبة للحالة الثالثة. أعزائي هذا كان بالنسبة لي pronunciation النطق للمقطع الثاني أو الثاني للسنة رابعة متوسط، ودروس ملخصة لخصتها قدر المستطاع ليفهمها التلميذ. هي دروس بسيطة وسهلة يمكن للتلميذ أن يستوعبها. إذا لم تفهموا أي شيء أو أي اقتراحات لا تنسوا أن تتركها لي في التعليق، وانتظروني في نماذج امتحانات في اللايف غدا إن شاء الله أو يوم غد وبعد غد إن شاء الله بإذن الله. سنقوم بامتحان نموذجي ومقترح بشدة في الامتحانات هذا الفصل أو في البيام. إلى اللقاء، goodbye.